السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أما بعد، أهلا بكم في شرح جديد على قناة دكتور كمبيوتر. النهاردة هنتكلم عن طريقة ربط كاميرا الموبايل بكمبيوتر عندي أو لابتوب بكل سهولة. إزاي إن أنا أقدر أربط ما بين كاميرا الموبايل خاصة بيا وأشاهدها على الكمبيوتر بكل سهولة عن طريق برنامج جميل جدا هنلاقيه على البلاي ستور. زي ما تعودنا نروح على البلاي ستور ونبحث عن كلمة اي بي ويب كام. تمام، هنروح دلوقتي اهو على البلاي ستور زي ما احنا شايفين. انا طبعا سطبت البرنامج بلاي ستور وحطيت اي بي ويب كام زي ما اي بي ويب كام. طبعا انا بعمل فيديو بعلم كام شخص كده حواليا من اصدقائي، هيثم واستاذ منعم. اي بي ويب كام اهو قدامنا، بنضغط هنا بنختاره. بسجل بجد هيثم على فكرة وبعمل عملية انستول. ليه؟ انا هعمل اوبن هنا. احنا لوز انترست يا استاذ عبده، احنا فقدنا الاهتمام. This is for you. اوكي، اند بعد ما نفتح التطبيق هننزل تحت هنلاقي ستارت سيرفر في الاخر خالص، هنضغط عليها. ستارت سيرفر كده تمام. يوتيوب بالطريقه دي؟ طبعا عادي، مفيش اي مشاكل. عادي مفيش اي مشاكل. اتفضل يا استاذ. ده طبعا اعلان اللي بيكسب منه التطبيق، هنعمله كلوز او هنعمل باك كده. هنعمل باك بكل سهوله. في حاجه اسمها ايديت. تمام، انت يعني سهل جدا. جميل جدا، زي ما احنا شايفين دلوقتي الكاميرا فتحت قدامنا دلوقتي، كلام جميل. طيب شايفين احنا المكتوب دلوقتي الاي بي المكتوب ده لم يكون الكمبيوتر على نفس الشبكه بتاعتك، على نفس الواي فاي بتاعك. تمام، على بمعنى صح. شايفين احنا الاي بي اللي هو 192.168.1.2/8080 مكتوب اهو تحت، شايفينه. هنروح على هنفتح متصفح كده يا استاذ هيثم بعد اذنك. هنكتب بس الاي بي ده، افتح اي متصفح عندك. طبعا بشرط نكون على نفس الواي فاي. خلينا نحكي، هنكتب ونكمل مع الفيديو. 192.168.1.192 حتى المساعدين فشلوا. دوت واحد دوت اتنين، النقطتين فوق بعض. 80 اهي زي ما احنا شايفين اهي، 80 وانت هيفتح معانا الموقع زي ما احنا شايفين ده دلوقتي. هنختار بس جافا سكريبت يا جماعه، نختار جافا سكريبت. لا جافا سكريبت، خليك في جافا سكريبت افضل. تمام، زي ما احنا شايفين دلوقتي ظهر معانا قدامنا شاشه الكمبيوتر اللي انا بصوره دلوقتي على، يعني لو صورت دلوقتي فكره مثلا لل خلينا مركزين، فكره كيبورد ايه هتظهر لنا، المفروض تظهر لي هنا كيبورد مع الشاشه. بس هو انا بطلب قدامنا بكل سهوله ان احنا نربط. ايوه شكرا على الاضاءه. نربط كاميرا موبايل بكل سهوله بالتليفون. لو انا خرجت بره دلوقتي اقدر انا اللي ظهر عندي على التليفون بره اشوفه على الكمبيوتر بكل سهوله. ده كان شرح بسيط جدا ازاي نقدر نربط كاميرا الموبايل بتاعي بالكمبيوتر اللابتوب. لو في استفسارات نشوف في التعليقات. لو الفيديو عجبك اعمل له لايك، لو عايز تفيد بيه غيرك اعمل له مشاركه، لو مش مشترك معانا على قناه دكتور كمبيوتر اتمنى تكونوا مشتركين معانا. حالا تفعل الجرس اكيد، اهم حاجه الجرس، ايه اللي هيسيبك الخرس.